مرحبا. مرحبا. لاباس؟ لاباس. شنو تعمل؟ نغني. تغني؟ تقرا؟ اي نقرا. انت وقفت لنا لهنا تحب تحكي معنا خاطرك فنان، تحب توصل صوتك، عندك صوت؟ عندي. سمعنا. أصلك من طبعك خوان، ما تلقى حنان كيف يدفيك، ماني ندمان علي خان، غدوة الأيام كيف توريك، لا 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 يا خاينة، لا 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 يا الدنيا، يوب الفلوس بعتي لي، بعتي قلبي اللي شريك، يلي غرو زينك وخذيك، معلا يمشي ويخليك، خدرتي الفراك، مشيتي برضاك، ما قدرت اللي يبغيك، وانا من العالي مولاي، كان ربي موكل عليك، ولا لا 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 يا خاينة، لا 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 يا الدنيا. شكرا لك، الصوت الصوت موجود. شكون قال لك اللي انت عندك صوت؟ اقاربك من الاشغال، هل هم مشجعينك ام لا؟ امي وبابا واخويا الكبير. اهو غنيت في فرقه؟ ليه ليه نغني، ما غني في حفله غنيت في حفله، وغنيت في طهور ولد خالي. ما ليك البدايه اول مره تغني في طهور ولد خالك؟ ايه. شنو من الاغاني الاقرب لك اللي تغنيها وتحب؟ اغاني يا الخو يا الخو واصلك بين هذايا وبرشا اغنيات اخرين. تعرف تعمل مواله؟ نعرف. كيما شنو؟ كيما امان 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 انيل. صوتك مزيان لمحالة. في درجة أولى اش تحب توصل في قرايتك ولا في الفن؟ الدرجة الأولى نوصل في قرايتي ومن بعد نوصل في الفن، خاطر قرايتي هي اللي توصل. كاهو تحب توصل اليوم في قرايتك؟ قرايتي نحب نوصل حاجة كبيرة، أنا أميتي ملي أنا صغير نولي فنان، نولي مغني، راني نقرا وإن شاء الله ربي يجيبني في السويد. أمنيتك ملي أنت صغير، ملي أنت صغير تشارك بروحك عندك صوت؟ من وأنا صغير كنت نطلع للدار، نطلع في السطح، نبدا نغني، نبدا نصرح في صوتي، نبدا نغني، يبدو جيراني يسمعوا فيا، يقولوا لي صحيح. ساعات نخرج وحدي، الدنيا قايلة، نبدا نخرج نغني وحدي. معروف الحومة تو أنت اللي تغني؟ معروف، يعرفوني حومة قبل نغني. حتى كي يبداو عندهم عروسات ولا عيطوا لي نغني. يعني باش تسقل الموهبه نتاعك وتحقق طموحك، فما جانب منها انك تقرا موسيقى، مش بالضروره تقرا كاختصاص بعد ما تاخذ الباك، ولكن تنجم تعمل فورماسيون. اي ما حق ما برمجتش. ما جاتش في موبايل؟ ما جاتش لا. اليوم القرايه توصل تشوفها؟ القرايه ان شاء الله ان شاء الله نوصل في القرايه. اما انا راح حط في مخي انا نحب نولي فنان كبير، كما سمير لوسيف نحب نولي نغني. حط في مخك تحب تولي فنان. اهم خطوه برشا فنانين ندموا عليها انهم فما برشا فنانين، خاطر مهمه من الجانب الثقافي، مهمه جانك تكون مثقف موسيقيا وانك تكون زاده متعلم اون باراليل مع انك فنان، مهم برشا على الاقل تحاول انك تحاول توصل لماكسيموم في القرايه. شاق على القرايه ما تحكي، انا نقرا راجع بعدها، ومنها نقرا ومنها نكتب غناء. غناء نكتب. اول غناء كتبتها شنو؟ اول غناء راء كتبت كلمات. ليه فهميش ليه؟ شنو كلامها؟ نغني لك رابه. فما الهدره وفما مصايب، ودت قلبي بالغول، حكم ولا مظاهر، الفلوس هي اهم،
نفس تخطيط بالخاطر، خاطر فما خط اخطر يجي نهار تصب المطر ان شاء الله البحر نعبر نتكيف نعبر في الكوتا نزيد نكبر. شكون اللي فهم والرب علم هذه الدنيا فين قليل فهم ولا معاني كنت تخرب ولا تبني، فما فرق بين اللولو وما بين المركز الثاني، تبقى محبه ديما طول، تبقى نغلر بعذيب، تبقى الغدره من اللي قريبه علاش تلوم على ما زالت ثنيه طويله، واللي يعمل في الناموس الطويبين مد عثيره، ما نحبش نعيش في تونس طالب منها كتاشير من رجل ذيق مبيسه، ماي من الفساد خلاها تخرج على البسطرة كونترا بسنا لو غيم فاستنا اي نبقى نقول برج الوزير مشكوزا نصر. علاش برج الوزير؟ خومتي برج الوزير. سكي سمعوا صحابك الكلام هذايا اول ما بديت في الراب اقنعهم ولا؟ اقنعهم اي. قالوا لك؟ ساعات يقولوا لي برا جيب البافل وحط اللحن واجي اغني لنا. سجلت بعضهم؟ ليه ليه. علاش ما سجلتش؟ ما لقيتش باش نسجل ما عنديش فلوس. حتى بالتليفون اليوم التقنيات متطوره اليوم التليفون. ليه ما عنديش. ما حاولتش تتواصل مع فنانين معروفين خاصه في المزود؟ انت عندك ظاهر عندك صوت وينجم يكون عندك مستقبل، قدرة ربي يكون عندك مستقبل. انا كان نلقى فنان معناها تتواصل معاه. نجم هنا توجه نداء لواحد من الفنانين. انا نحب سمير لوسيف اميتي نغني معاه. تبنى كيما بالتي تبنى هكاك كيما بالتي كيما بالتي كيما سمارة نتمنى نغني معاهم هذوك. اهو اسم اكيد تصور ايش يسمعوك شنو تنجم تقول لهم باش ينجموا يقتنعوا بيك؟ قول لهم راني انا راني عندي صوت وراني نحب نغني معاكم وامنيتي نغني مع سماره والكل وسمير لوسيف هذيك اما اعز واحد ونحبه هو سمير لوسيف. نفس ستيل انت؟ نفس ستيل نسمع فيه سمير لوسيف. هو اللي خلاك تتغرم بالفن ابار اللي انت ظاهر عندك شويه صوت معناها صوت مزيان في المزود اما انا كنت تسمع فيه من اللي انت صغير قبل ما تشتق بروحك اللي انت عندك صوت. يعجبني مواله يغني مواله. اعطيني هل اليوم الوالده معاونتك مشجعتك؟ معاونتني تقول لي ديما غني سرح صوتك غني، قالت لي ما لا تبع لا الخلطه لا الدخان لا حتى شيء ديما خلي صوتك مسرح. اهم حاجه باش تحافظ على صوتك الشرب والدخان هذوك انساهم في ناحيتي. ديما الشرب والدخان كنا ننساهم على جنب، ديما نستحفظ على بدني وخلي ديما روحي نذيب. قلت لي على الخلطه، اليوم برشا صغار هكا يذيعوا شويه سوء اختيار الاصحاب. ننصحهم انا؟ لا انت كاصحابك شنو تعمل باش تعرف تختار اصحابك؟ باش ما تمشيش معناها ما تمشيش معاهم ما نعرفش خاطر فما صحبه اليوم للاسف تهزك للهاويه. انا نصحب العبيد نظاف. ما نصحبش العباد اللي تبع في الحشيك الزاتله والواحد، تبع عباد نظاف ندور مع عباد نظاف غاديك في حومتنا يدور فما عباد يتكيفوا كل شيء، اما انا ديما نتبع في العباد نظاف معناها ما نهلكش روحي نزيد نهلك روحي. انا نقول للشباب فوق عليكم الزاتله وفوق عليكم الدخان وما كل شيء، خلي باش تهزكم للهاويه معناها تنجم اكسيموم راك تنجم تقتلك تنجم تقص ساقيك تنجم تخسر حاجه من بدنك. بمعنى